بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بفضل الله ظبطنا بفهم القصة كلها عن طريق القصة، وبعد كده دخلنا على المثال ببساطة، وبعد كده فهمنا المفاهيم الهامة، وبعد كده دخلنا في عالم الـ Entity Relationship وتعرفنا عليها وعرفنا مكوناتها الأساسية، وهي الـ Entity والـ Attribute والـ Relationship. وبعد كده اتعلمنا الرموز بتاعتها واتعلمنا الأنواع بتاعتها 1 to 1 1 to many many to many. وبعد كده عرفنا ان العلاقة ليها درجة من أحادية يونري لثنائية باينري، بتمسك كيانين. الأحادية بتبقى ماسكة الكيان بنفسه، الثلاثية بتبقى ماسكة ثلاث كيانات، وهكذا بقى رباعية خماسية سداسية سباعية. بص عيش حياتك خلاص على حسب المتطلبات، يعني ما تجيش انت تخترع والمتطلبات بتقول لك انا مش عاوزة كده. المهم تعالوا ناخد بعض الأمثلة الأكاديمية على هذا الموضوع. مثال الأول بيقول لك the company employees، الموظفين في الشركة، each employee has a employee SSN، يعني كل موظف ليه SSN. أول حاجة مدام قال لك إن في employee وواضح أوي، قال لك each employee، خلاص يبقى في كيان اسمه employee. أنا رحت راسم إيه؟ الكيان. خلاص أنت كده ذاكرت الرموز وبترسم على طول بقى. انت كده بتحول المتطلبات اللي معاك الى رسم ER موديل علشان يساعدك على تنظيم البيانات وعمل اوبتمايزيشن وشغل عالي ليها. طيب قال لك ايه؟ each employee has a employee SSN. خلاص احنا كده جبنا الامبلوي، وادي ايه ال SSN، والواحد هعمله برايمري كي، او مش برايمري كي، كي اتريبيوت يعني. خلاص هنا في الـ ER نقول عليه key attribute. حلو قوي. بيقول لك an employee name، ماشي يبقى ليه name، ادي عملت الـ name ماشي. بيقول لك an employee address، رحت عامل الايه address. قال لك and a phone number، رقم تليفون واحد، رحت عامل ايه حقل التليفون بالمنظر ده. ده كده ايه مثال بسيط جدا 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 فوق ما تتخيل. المثال الثاني بيقول لك the company employees each employee has employee SSN، يبقى عندي كيان اسمه employee وعندي ال SSN وعملته key attribute لوحدي، لان عارف SSN key attribute. an employee name يبقى عملت النيم، an employee address عملت الادرس. قال لك and a phone numbers يعني عدة ارقام هاتف، رحت عامل ايه multi valued ايه attribute، خاصية متعددة القيم، لأن هو ملوش تليفون واحد، لا ده ليه أكتر من إيه؟ أكتر من تليفون. يبقى أنت هنا تاخد بالك لما يكون عندك كيان وليه خاصية بتقبل قيم كتير تبقى مالتي فاليد أتربيوت، مش شرط يكون الفون، لا ممكن يكون أي حاجة تانية. ممكن يكون الموظف ليه أكتر من عنوان، ممكن يكون الموظف ليه أكتر من اي حاجة على حسب البيانات بتاعتك. فاكتر من اي حاجة خلاص يبقى دي تدخل تحت ايه multi valued attribute. المثال الثالث بيقول لك consider the following set of data requirements for a company database تمام which contains data about employees and departments. بيقول لك في المتطلبات اللي جاية دي متطلبات لشركة فيها بيانات عن الموظفين والأقسام، بس باختصار يعني بيقول لك ايه a employee. خلاص يبقى انا عرفت ان ايه في عندي كيان اسمه employee، هروح عامل employee، ارسم بقى على طول. انت المفروض خلاص عرفت السيمبلز وبتبدأ ترسم على طول بسهولة. is described by a MNO وبين قوسين unique، unique ده يعني مميز لا يتكرر ماشي. يبقى بيوصف is described by يعني الامبلوي ده بيتم وصفه او بيتم معرفته، يوصف بام بان او ده يونيك يعني مميز لا يتكرر، يعني فاليو يعني كي اتريبيوت. يبقى اعمل ايه ام بان او واخليه كي اتريبيوت. بعد كده كوما وقال لي نيم
بس بين قوسين قال لي ايه النيم ده consists of اف نيم وال نيم. يبقى كومبوزيت اتريبيوت ادي النيم ومكون من اف نيم وايه وال نيم. ده كده ايه حقل مركب او خاصيه ايه مركبه صح كده. حلو قوي. يبقى ده ايه كومبوزيت ايه اتريبيوت. نيجي بعد كده قال لي كوما وقال لي ايه ادرس. قلت له خلاص ادرس. قال لي بعد كده كوما فون نمبرز. قلت له خلاص يبقى فون نمبرز. فون نمبرز ليه ارقام هواتف. كوما وقال لي اند ايه سالري. ادي ايه السالري. جه بعد كده قال لي ايه ايتش ديبارتمنت كل قسم. يبقى انا عرفت ان في كيان او انتيتي اسمه ايه ديبارتمنت. ادي الايه الديبارتمنت. قال لي ايه از ديسكرايبد باي دي نيم وده يونيك. يبقى ده ايه كي اتريبيوت اسمه دي نيم اهو. كوما قال لي دي نيم ويونيك. دي نيم اسم القسم يونيك. كي اتريبيوت بردك تمام. كوما يجي واحد يقول لي ازاي يبقى ده كي اتريبيوت وده كي اتريبيوت. ده اي ار. واحد يعني مذاكر وفاهم. ده اي ار. انا لسه ما دخلتش في المرحله اللي بعدها خلاص. كوما قال لك ايه اند لوكيشنز. خد بالك من كلمه خد بالك من الاس لوكيشنز مش لوكيشن. لا ده القسم ليه اكتر من لوكيشن. يبقى لوكيشنز مالتي فاليوت ايه اتريبيوت. اتش ديبارتمنت باي ذا مانجر. كل قسم ليه ايه ليه مدير. اروح اعمل علاقه اداره وانا عارفها اللي هي ايه 1 تو 1. يبقى الموظف يدير قسم واحد والقسم الواحد يديره موظف ايه واحد. دي علاقه ايه اداره تمام. يبقى احنا كده بفضل الله ايه الامثله دي بتخلينا ايه نمشي ايدينا في الشغل بتاعنا صح كده. مثال أربعة بيقول لك ايه بقى. بيقول لك consider the following set of data requirements for a company database which contains data about employees و department of employee. لا مش ديبارتمنت. ديبندنت اوف امبلوي. ديبندنت اللي هو ايه التابع التابع بتاع الموظف اند ديبارتمنتس تمام. دي ديبندنت اوف امبلوي يعني التابع للموظف يعني ابنه ابن اخته ابن خالته كده تابع ليه ايا كان بقى صفته ايه خلاص. بعد كده جه قال لك ايه امبلوي. يبقى انا عندي كيان اسمه ايه امبلوي خلاص. دي بيقول لي ان دي بيانات وريكويرمنتس للشركه لقاعده بيانات شركه. قاعدة البيانات دي عايزين نخزن فيها بيانات حوالين الموظفين والتابع للموظف او التابعين للموظف والاقسام. قال لك امبلوي يبقى انا عندي كيان اسمه ايه امبلوي. قال لك از ديسكرايبد باي ا ام ان او ده يونيك. خلاص يبقى ده كي اتريبيوت. يونيك يعني كي اتريبيوت لا يتكرر. وقال لك كوما في نيم والنيم ده خلاص نيم اهو بس consists of اف نيم وال نيم. ادي اف نيم وادي ايه ال نيم. كوما قال لك ادرس. ادي ادرس ماشي. كوما قال لك فون نمبرز. نمبرز ها نمبرز. ادي فون ايه نمبرز مالتي فاليوت ايه اتريبيوت. قال لك ايدج. ايدج يتحط البيرث ديت قبل الايدج. خد بالك تحط البيرث ديت قبل الايدج. لا ما دام قال لك ايدج بيقول لك العمر خلاص يبقى احط البيرث ديت على طول لان البيرث ديت لازم يتخزن علشان اقدر اجيب لك من خلاله مين العمر. وقال لك ايه اند سالري. بعد كده جه قال لك ايتش ديبارتمنت. يبقى انا عندي كان اسمه ديبارتمنت. قال لك از ديسكرايبد باي دي نم يونيك. ادي دي نم يونيك ودي نيم يونيك. كي اتريبيوت ده كي اتريبيوت وده كي اتريبيوت. اند لوكيشنز مجموعة ايه مواقع مالتي فاليوت ايه اتريبيوت. اتش ديبارتمنت باي ذا مانجر. ماشي في علاقة ادارة اللي هي 1 تو 1 الموظف الواحد. الموظف يدير قسم واحد والقسم يديره موظف واحد تمام. قال لك ايه اتش ديبندنت. يبقى انا عندي ديبندنت خلاص اعمل كان اسمه ديبندنت. قال لك از ديسكرايبد باي dependent name ده قال لك بين قوسين unique only for one employee. يبقى ده ايه متحيز والنيم ده مفتاح ايه متحيز 1 to many طبعا وهنا ايه مفتاح متحيز
اللي هو ايه بارشال كي اتريبيوت، ده مفتاح متحيز للموظف وبيبقى موجود في الكيان الايه الضعيف ويك انتيتي زي ما اتعلمنا قبل كده بفضل الله. تمام، قال لك ايه يونيك اونلي فور وان امبلوي خلاص. وهنا طبعا ايه وان تو ميني ليه؟ يبقى هنا ايه الموظف تابع ليه اكتر من ايه من تابع، والتابع يتبع موظف واحد فقط. يعني ما ينفعش واحد يدخل الشركه ويبقى ايه تابع لاثنين موظفين، لا هو كده خدت بالك ده السيستم كده او ريكويرمنتس كده. تمام بس. وقال لك بعد كده ليه الايه الجندر، قال لك ليه ايه الجندر الديبندنت ده عنده ايه جندر اللي هو النوع بتاعه. تمام ده كده ايه بفضل الله كده ايه اتعلمنا اكتر، او الامثله بتخلينا ايه نمشي ايدينا. خد بالك انت ترسم، خد بالك انا مش بعمل لك كده عشان تشوفه خلاص، لا ده انت لازم بعد ما تذاكر ترسم بايدك، ترسم بايدك وتدي لنفسك امثله وتالف انت امثله وتالف متطلبات وتعمل عليها امثله وتكتب وترسم كتير وتكتب كتير عشان ايه الموضوع يركز في ذهنك بفضل الله. المثال الخامس بيقول لك ايه، بيقول لك درو اي ار موديل، ارسم، بيقول لك ايه ارسم اي ار موديل تمام فور ا داتابيز لقاعده بيانات. تمام اوف كوميرس كومباني لشركه تجاريه. تمام بيقول لك ان ذيس كومباني جوه الشركه دي ا نمبر اوف برودكتس، فيها ايه مجموعه من الايه من المنتجات. بيقول لك بات ايتش برودكت بيلونج تو وان كاتيجوري، يعني المنتج الواحد تابع لايه لفئه واحده، المنتج تابع كل منتج يعني ايتش برودكت يعني كل منتج تابع بلونج تابع يتبع لايه فئه واحده تصنيف يعني او فئه خلاص. بعد كده قال لك اند ان ذا كاتيجوري ماني اوف ايه برودكتس، يعني بيقول لك جوه الكاتيجوري دي او جوه الفئه دي في ايه مجموعه اكثر من ايه من منتج، يعني في ايه مجموعه منتجات، مجموعه ايه منتجات جوه الايه التصنيف الواحد او الفئه الواحده. خلاص ده كده ايه وصف عن الحاجه اللي انت ترسمها، بيقول لك ارسم اي ار لشركه كذا كذا فيها كذا كذا. بعد كده قال لك ايه اتش كاتيجوري، يبقى انا كده عندي كيان اسمه كاتيجوري على طول، هاز ا كاتيجوري نمبر وده يونيك يعني كي اتريبيوت اهو كات ان او، سميته كات ان او اختصار لكاتيجوري ايه نمبر خلاص. يبقى ايه كاتيجوري ايه نمبر. بعد كده قال لك كوما وفي كاتيجوري نيم، ادي كاتيجوري ايه نيم. بعد كده كوما قال لك اند ديسكريبشن، في وصف للكاتيجوري خلاص، ادي ايه ديسك اختصار للديسكريبشن. بعد كده جه قال لك ايتش برودكت كل منتج، يبقى انا كده عرفت عندي كيان اسمه ايه برودكت، هاز ا برودكت نمبر. بس خد بالك بقى ده بين قوسين ايه يونيك اونلي ان وان كاتيجوري، بيفكرك تاني قال لك ايه ده ايوه لا يتكرر بس داخل الفئه الواحده، يبقى على طول يتقلب ايه ويك انتيتي على طول وانت ايه وانت مغمض خلاص. بعد كده قال لك برودكت نيم، ادي برودكت ايه نيم، اول حاجه البرودكت ان او اللي احنا اللي هو البرودكت نمبر ده اللي هو المفتاح المتحيز. بعد كده ايه قال لك ايه برودكت نيم، ادي برو نيم اند برايس، ادي ايه الايه البرايس. طيب جه بعد كده قال لك ايه، قال لك ايتش كاستمر، يبقى انا عندي كيان اسمه ايه اسمه كاستمر، ادي ايه دي اعمل بس العلاقه الاول بلونج وان تو ميني، المنتج يتبع فئه واحده والفئه يتبعها اكتر من منتج. المهم احنا جينا عند الايه الكاستمر، ادي ايه الكاستمر خلاص. بيقول لك الايتش كاستمر هاز ا كاستمر اي دي وده يونيك، ادي كي اتريبيوت اسمه ايه كاست اي دي. وقال لك كوما وقال لك في كاستمر نيم، ادي ايه كاست نيم. بعد كده قال لك بعد كوما قال لك ايه فون نمبرز، نمبرز ادي ايه مالتي فاليد اتريبيوت للفون. بعد كده قال لك اند ادرس، خلاص ماشي ده ايه الادرس اللي هو الايه العنوان. جه بعد كده قال لك ايه، قال لك كاستمر شيبمنتس تمام فروم برودكتس، يعني العميل بيتشحن له من المنتج، يبقى في علاقه ايه شيبمنت، ليه شيبمنت وليه ميني تو ميني، ليه ميني تو ميني، لان انت العميل هيتشحن له
منتج واحد يعني ويسكت؟ لا، يبقى بالعقل كده العميل يتشحن له اكتر من ايه؟ من منتج. طيب العكس بقى، المنتج الواحد يتم شحنه لعميل واحد وخلاص؟ لا، يتم شحنه لاكتر من ايه؟ من عميل. هو جه بعد كده قال لك قال لك and one shipment consists of shipment ID. ده كده بقى ايه؟ associative ايه؟ entity. خدت بالك؟ وليه shipment ID كمان يونيك. خدت بالك ازاي؟ علاقة وكيان في نفس الوقت. تمام؟ قال لك وفي ايه؟ وفي quantity، الكمية، كمية الشحن، and ايه؟ and address. خدت بالك ازاي؟ and ايه؟ address على الشحن برضك. تمام؟ خدت بالك من الفكرة؟ فكده ايه؟ كده بفضل الله المفروض انت ترسم الحاجات دي وتفهمها وترسمها غيابي وترسمها من دماغك وتألف لنفسك أمثلة وتتابع أمثلة أكتر، عشان بفضل الله ايه؟ يبقى الشغل أحسن بإذن الله. استنى استنى، رايح فين؟ ويت، انتظر ثواني. عملت اشتراك؟ طب عملت لايك؟ ده دوسة دوسة اشتراك. عملت الجرس علشان يوصلك كل جديدنا؟ عملت شير للناس علشان ربنا يكرمك؟ وما تنساش تدخل على موقع الأكاديمية www.hassuna-academy.com وتسجل حساب عشان نعرفك وتكون معانا دايما. انشر الخير للناس في كل مكان. ربنا يكرمك بفضل الله.